فتحير الزاق يا كريم يا الله يا الله باب سهلة وسهلة أو تفضل وحياك الله. أمك المفروض كانت تخرج من القرية وتصير تدور حق جهلة عند قرية المجاورة. أنس عن نفسي دائما، ما هو لي فعلي يحيا في حياة من أجل يقتل؟ هذا الذي اسمه أمير من أي قرية جاء؟ أنا الشدري منين أدوك أنت يا وليد؟ أنت هداء عبود، أش تعرف عن عمك شفيق؟ ما بدي فعل، ما بدي دور. نجي نتكلم مع الكبير والصغير منكم ومن المجاورة ونحل موضوع الست. أنا أشتي أعرف
ما تعبتوش من كثر السيرة والجية؟ ما مليتوش من كثر الكلام حول موضوع السد هذا؟ ها؟ اهدى يا عم حميد. ما هو يا ولدي؟ ما هو اللي بيحشركم بيننا؟ لأجل مصلحة. أي مصلحة الله يرضى عليك وعلى والديك. يا ولدي الله يحفظك، ما نشتي منكم شيء. خدماتكم إحنا مستغنين عنها. روحوا دوروا لكم مهرة في مكان ثاني وخلوا لنا حالنا. هذا آخر خبر عندي. مش انتو قلت انه مات؟ لنا أكثر من 6 أشهر نحاول نصلح بين الرياحنا والمجاورة. الدافع من الصلح نحنا نفتح السد ونوصل الماء إلى كل بيت في القريتين، لكن في كل زيارة نقوم بها نتعرض لأسلوب لفظي قاسي جدا، سواء من حميد أو من غيره، وخاصة حميد. الحوار معه عقيم جدا. جالي إحباط، بين أفكر أنسحب. ملاك؟ ما بش فايدة من الذي إحنا بنسوي. الأهالي هنا متقبلة الوضع بين الشقاء والتعب، إلى الآن ما ثمر فيهم أي شيء. يعني زعلتي من كلام حميد؟ ما زعلتي على الأسر اللي بتعاني من انعدام الماء اللي هي أبسط مقومات الحياة؟ بين أحس إن إحنا بنشتغل على الفاضي، كأن إحنا بندور على إبرة في كومة قش. ملاك، أمير أمير، من هذا الساعة؟ قصدك أنا؟ يا أمير اسمعنا، شي فهمك. ما أمير، الله يحفظك أمير، هذا قد سمعت الاسم. ها قصدك الأمير، هذا اسم من البقالة. شطط عليكم شي وانتو بدون قلوه. يا أمير أنا عارف إنك زعلان عشان موضوع بيان. بيان جبروكي؟ بيان مين مالك؟ الظاهر إنك ساهر ما قدر أقصر القد. ليش سميت اسمك أمس يحيى؟ سميت يحيى؟ أنا فيس اسمي يحيى، كيف ليش سميت اسمك يحيى؟ اسمعني، بدل ما أنت فاضي جالس ثاني، سير ساعدنا سباك من أمس وبنقول وأنت جالس بتدور لك أعداء. أمير بيان، أيوه أدور كيف تخرج. وانت ما قلت لي ما اطلب الفلوس اتزوج به؟ اول شيء اشتري لك عين تصديبها. كلام الزر، شهد على هذا الاقرع لك وما ركب لك راس بدل الراس. خلاص ناهي، وانت ما في نفسك؟ انا في نفسي سيارة. اي واحد احنا نجي نسرقك، احنا خبره واحده. وانا والله كبرت يا صغير وقدمت رجال.
فكرت أراقب أمير من صباح الصبح. الو الو امير، غسان وجماعته يراقبوا يحيى من فتره وقصدهم انه انت. تعال انقذوه، يحيى في خطر. بسرعه يا امير. هلا يا علوي، ما دهمش، خلي كل شيء على الله والباقي علي ان شاء الله بعد الله. ايوه يحيى كأنه أنت، ما فيش فرق بينكم. وأنا صراحة ما أقدرش أعمل أي شيء إلا الممل بطني. تفضل يا أمير. شكرا يا وحيد، كل. الله الله، من متى أخذتكم أصحاب؟ من يوم قابلته وقلت له أن يحيى في خطر. ما هذا السبب تستاهل عليها بوسة، كان بيموت بريء. يا أمير، أنا حاسس أن يحيى في خطر. غسان ما بيقدرش يفرق بينكم، محتمال يقتله. مشتيش أشوف صورتك مرة ثانية، وإلا ما تلوم إلا نفسك. مش تعرف من جت ليش الشجاعة هذا المرة؟ من حين عرفتك أنت والصلبطة حقك. اسمعي يا باللطيفة، ما يجيش واحد مثلك يحرق أعصابي وكل يوم الثاني يشتي مني زلط ويهددني بيحيى وامه. لا أنت ولا غيرك تهموني، والقرية اللي تتكلم عنها أنا قد تبريت منها ومن زمان، فهمت؟ خرج! مقلع! أنت على هذا أي شيء؟ اسأل علي وخالك، هم دايرين بكل شيء. Thank you.
غسان غسان ليه ما لبي حملها كذا؟ عرفت لك وينه أمير. حال وعرفت ما بيوصل الأخبار كلها لعنده ويخلي خططنا كلها تفشل. ما بتقول مان مان تكلم يا توفيق مان وليد وعرفت إن وليد يعرف أمير. يا وليد اهداء اهداء ما عاد باقي شي تخلص من أمير. أكيد ما مش معك غير حل واحد بس. إيش وليد؟ وهذه فكرة. تعال قلت لك ما بش معنا أقارب. يعني مقطوعين من شجرة، لا عم ولا جد ولا حاجة. إلا معك عم واحد بس، لكن عمره ما ذكرك ولا حتى كلف نفسه يسأل علينا. وليد ما يشتي منش. وليد قصدك وليد الذي خرج رسله خالك؟ أنت قدك داري بخالك يحب أهل القرية. مالك مطنن؟ هذه المرة ما أناش قادر أصدقش. الو امين اين انت؟ اسمع يا وليد، خرج من الخطه لا اجي اخرج روحك. الحمد لله، خلاص إن شاء الله اليوم سأرجع القرية. أهم شيء طمني جدتي وراوي بخير. الناس الحاقدين على أبو كثير، وأنا مقدر أجزم على واحد منهم. خلاص إن شاء الله اليوم أنا أعرف. أنا إيش تعرف من هم الحاقدين على أبي؟ صارحني الله يحفظك. أنا مقدر أجزم من بالضبط. الحاقدين على أبو كثير. والمشاكل في القرية كثيرة. ما السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم لك الحمد والشكر. اللهم لك الحمد والشكر. حق لك بس وخلي عمي حميد ينفعك.
أنت عمرك ما عاد تكون واقعي ولا عاد تفكر بالمنطق. أقول لك أنا إيش أطلع القرية؟ اسمع يا واقع اسمع، أنا اليوم اشتي أكلمك في موضوع مهم واتخذت قراري فيه. لا ولا شيء. أيوة واصل 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 يا واقعي. أنت عارف إيش اللي أفهمك بالموضوع؟ سامحني يا أخي تأخرت عليك. لا عادي. هذا الفلوس وبعدين لا عاد كلش تحرج مني، إحنا قد إحنا عظم من أخوه. رجال سلام سلام الله. أمك عاد شلها. يحيى قدك من عيال المدينة خلاص. ماشي ماشي يما، هذا مروان صاحبي يعني كان يشتيني في موضوع. أنا اشتي أدرى أينو يحيى ابني الذي كان بيحاكيني وكل صغيرة وكبيرة ولا كان يخبي علي شيء. الحمد لله. شوفي يا بيان، أنا كنت أشتي أكلمك، أنت الحقيقة الوحيدة الباقية في حياتي. أنا لو ملكت شيء أحافظ عليه وأدافع عليه بكل قوتي، وأي أحد يقدر يكسبني لمرة واحدة وأظل معه وفي العمر كله، بس لو خسرني، لو يدفع عمره كله عشان يكسبني لمرة واحدة يكون في أحلامه. يحيى
غيب طول ضم الأيام يا سد الغريب هل من مجيب احنا السبب ولا الزمن أصبح غريب صرنا جروح للوقت وأحزان السنين هل باقي روح للكره ولا للخلاف كم حلمي ما فينا ولا غير الحنين متطرقين حتى من الفرحة نخاف عمر الخلاص ما كان بارد ورصاص كم من عيون تصرخ لنا أي العمر ضاع أولادنا رهن الضياع وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع أي العمر ضاع أولادنا رهن الضياع وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع تعود الحياة حتى تعود المياه إلى مغاني النفوس قبل الربا قبل الغروس والكل نفسه قطيب مثل المحب للحبيب نفتح طريق القلوب يسقينا سد الغروب